كيجي واعر، نفس التعليكه، نفس المذاق، نفس الريحه. اللحم ديال الاعراس واخا الكميه قليله كيجي نفس المذاق ديال اللحم بالكميه كثيره. كنتمنى تبعوا الفيديو حتى الاخير، ما تنسوش ليا اعجاب اشتراك وتضغطوا على الجرس باش توصلكم دائما الجديد. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ندخلوا ان شاء الله مباشره للوصفه ديال اليوم. كما كتشوفوا عندي واحد الكميه ديال اللحم تقريبا ما بين كيلو حتى الكيلو ونص. انا خصيصا هذا الفيديو درت لكم اللحم اللي كيكون قليل. ديجا انا حاطه فيديو فيه الكميه كثيره، هذا درته للناس اللي كيبغيو يديروا غير شويه ما بين من نص كيلو حتى الكيلو ونص. المهم عندي واحد الكميه ديال الكيلو حتى الكيلو ونص. عندي ثلاثه البصلات مويان هكا فرمتهم، درتهم في الهاشواغ مع سته الفصوص كبار ديال الثومه، طحنتهم بحال هكا يعني غير فرمتهم، والتوابل اللي كنحتاج معاهم. عندي معلقه ديال السمن، شويه ديال القزبر ومعدنوس، ونص معلقه صغيره ديال القزبر يابس، شويه ديال الملحه ما نكثروش الملحه، وعندي معلقه كبيره ديال الخرقوم، ومعلقه كبيره مع مراش ديال المروزيه ديال اللحم. ضروري هذا المكون السحري اللي كيعطي واحد البنه خطيره للحم محمر. وعندي هنا واحد شويه راس معلقه ديال القرفه مطحونه وعود، درت هاد شويه غير باش يختر ليا المرقه. نورمالمون كندير غير العود بوحدو ديال القرفه. وعندي هنا زيت الزيتون بطبيعه الحال، وعندي واحد عشيرات ديال زعفران ذوبتهم في كاس ديال الماء. هاد الكاس اللي غنستعمل، ما كنديرش انا الماء في المرقه ديال اللحم، نديرها في الدجاج محمر، ولكن اللحم ما كنديرش فيه الماء. الى طاب يعني ملي كدوز تقريبا واحد نص ساعه حتى لساعه الا ربع، حيت غنستعملي غير في الكوكوت ما غنديروش في الكميله، كنطلع ليه وعلى نار هادئه كنطلع ليه. كنخصصو الماء، كنزيد تقريبا كاس اخر، ولكن اغلبيه انا ما كنزيدش الماء. صافي كناخذ الكوكوت كما قلت لكم، كندير فيه اللحم ديالنا. اللي بغى يدير قل من هكا يدير، ماشي مشكل. التوابل كنديرهم كاملين، حاولوا ما تكثروش الملحه حتى لا خصكم تزيدوا، لان غنديروا السمن والسمن مالح. درت معلقه ديال السمن، وغندير هاد البصله، ثلاثه البصلات في الهاشواغ متوسطين. الا كان قل من هكا ديال اللحم ندير غير جوج. صافي غندير هاد الكاس ديال الزعفران. الزيت ما غنديروش دابا حيت غنخليه تقريبا يترقد ليا واحد نص ساعه، من الساعه حتى لساعه. انا حيت مزروبه بيه غنخليه غير نص ساعه. صافي نخلط هاد المكونات كامله ونخليه يترقد حتى نبغي نطيبو، عاد غندير نزيد ليه الزيت. هانتوما من بعد ما داز واحد نص ساعه تقريبا، شوفوا الماء اللي طلق. انا غير نص ساعه يعني كون خليته كثر غادي يطلق الماء بزاف. هذاك الماء هو المهم عندي انا، هو اللي كيطيب اللحم. صافي هنا غندير تقريبا واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون، حتى نص كاس تقريبا. صافي وكنشعل عليه، ما كنشحرو ما كندير ليه حتى شي حاجه، كنسد الكوكوط وكنشعل عليه ونقص العافيه على يعني حتى الاخر ديالو ونخليه يطيب على خاطره. هنا ملي طاب ليا رجعتو لواحد الكميله باش نشف منه الماء. هانت شوفوا راه مازال حتى نقطه الماء من غير هذاك الكاس اللي درت فيه الزعفران، يعني البصله طلقات الماء، اللحم طلق الماء. صافي دابا انا غير كنبقى نقلب فيه باش ما يتحرقش. صافي غنخليه حتى ينشف مزيان، تبقى غير ديك الدغميره ديالو، ونطفي عليه. ناخذ حتى الكاسرونه كندير هذاك الشيء اللي موجود في الدار، رقيقات جماش اناناس اللي كاين عندكم في الدار استعملوه.
صافي هذا راه معروف، ندير فيه شويه الماء وشويه القرفه ونخليه يطيب على خاطرو. ديجا هو طيب، غاديش نحتاج الطياب، ونتلاقاو ان شاء الله. المرقة ديالنا وجدات، نشفتها مزيان، ضروري تنشفوها، ما تخليوش الماء كثير باش ما تجيش باسله، خليو غير الدغميره ثقيله. شوفوا اللحم بدا كيتحمر، كما درت كما قلت لكم كان في الكوكوط حتى طاب مزيان وبقى فيه غير الصوص بقى الماء. رجعتو لهذيك الكميله اللي عريضه باش بقى هكا نحول فيه باش ما يتحرقش. صافي نشفته مزيان، البرقوق والمشماش ديالنا طاب. صافي وجدنا كل شيء، بقاو معايا نوريكم الشكل النهائي ديال هذه المريقه ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبيسيل ديالنا. كما قلت لكم تقدروا ديروا من نص كيلو حتى الكيلو ونص، يعني غير بيناتكم، غير العائلة بيناتكم. كيجي نفس المذاق، واخا كتكون الكميه كبيره كتعطي واحد المذاق زوين، حتى هذا كيعطي المذاق زوين، يعني نفس المذاق نفس الشكل نفس الذوق. كنتمنى تجربوا المكونات ديالي وتخليوا الاراء ديالكم في هذه الفيديوهات اللي كنحط لكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد باذن الله. يا لالا وصلت على نبي.